مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية، فتعالوا معنا لكي نتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. احتفلت مكتبة الإسكندرية بذكرى مرور 50 عاماً على انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بافتتاح معرض يضم صوراً من ذكريات تلك الفترة المهمة في تاريخ مصر. كما تضم الاحتفالية ندوة تثقيفية تستضيف فيها مقاتلين من أكتوبر، ويعرض أيضاً فيلم من إنتاج المكتبة عن حرب أكتوبر. بهنئ شعب اسكندرية بالكامل، أنا بالقاهرة، وبهنئ جميع زملائي الأبطال بالذكرى 50، ورحمة الله على شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن، ورحمة الله على زملائي الذين توفاهم الله بعد الحرب. احنا كنا كتيبة 133 كانت احتياطي رئاسة عامة، ما بتاخدش اوامرها غير من السيد الرئيس البطل محمد انور السادات في حالتين: الحالة الاولى لو القوات المسلحة في خطر او مصر في خطر، خدنا الاوامر والسادات الله يرحمه البطل محمد انور السادات نادى في الجهاز اللاسلكي، شارون بينادي ورئيس جمهورية مصر العربية بنادي على سلكي: احموا مدينة الإسماعيلية ولو على أجسادكم. هذا النداء مازال في الأذن وفي القلب حتى وقتنا هذا. نظمت مكتبة الطفل بإدارة خدمات المكتبات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان أولادنا في الدراسة. أنا العادي بتاعي مع مكتبة اسكندرية وأنا بتشرف دايماً بإلقاء محاضرات فيها عن التغذية والحياة والنفسية، ولكن النهاردة أنا واخدة دور المذيعة. إحنا بنتكلم على الدراسة، الصراع اللي بيبقى دايماً الأبدي اللي بين الأم والولاد. إحنا بنعاني كأمهات مع أولادنا في سن المراهقة، فكان من الحاجات اللي دايماً لفت نظري مع الحالات اللي بتجيلي إنه لما بيحصل ده وبيحصل توتر دائم في البيت طول النهار بيتوجه الأمهات إلى الأكل العاطفي ومنها إلى زيادة الوزن. فإحنا عايزين نفك الصراع ده ونفهم ليه الولاد مش بيسمعونا. نعرف ازاي مخنا بيشتغل اثناء الخناق ووقت ما بنبقى غضبانين وورانا حاجات كتيره قوي، وامتى نقدر نكلم ولادنا فيسمعونا ويفهمونا. عقدت مكتبة الإسكندرية مسابقة نغمة حرة ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي 20.
الجائزة الأولى برضو بإجماع الآراء وهي فرقة بانديتا. بانديتا مشاهدينا الكرام، ندعوكم لمتابعة قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب والصفحة الخاصة باستوديو مكتبة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وللتعرف على كل ما هو جديد زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت، وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.